احنا معانا على التليفون دكتور مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. مساء الخير دكتور مصطفى. مساء الخير يا استاذة لبنى. اهلا اهلا وسهلا اهلا بحضرتك. الحمد لله، الله يعني يخليك. طبعا مشكلة الدواجن، طبعا احنا عندنا صناعة الدواجن الحمد لله صناعة مهمة، ويعني محققين فيها ارقام حلوة واكتفاء وما الى اخره. مشكلة الاعلاف بتشوف ازاي بقى تعامل الحكومة النهاردة وهذه القرارات، وازاي هتسمع في حل المشكلة ان شاء الله؟ ان شاء الله يا استاذة لبنى. يمكن المشكلة دي هي بس هي من الأزمات العالمية اللي احنا فيها، واحنا جزء طب من العالم كله. أيوة فندم. واحنا طبعا الأعلاف احنا بنستورد جزء كبير منها، سواء كان ذرة صفراء أو فول صويا أو ما الإضافات ده بتاعتنا. بنسبة قد إيه من احتياجاتنا يا فندم لا، للاستيراد؟ احنا بنستورد حوالي 7 مليون طن ذرة صفراء كل سنة، وثلثهم فول صويا. ايوه ما انا فاهمه، ان يعني احنا بنستورد بنسبه قد ايه اللي احنا محتاجينه واحنا بنستورده من بره؟ 80% 70% ايه؟ يعني انا فهمت النهارده 150 الف فدان بس اللي بنزرعه عندنا، لا فالباقي لا، نسبته انا قد ايه اوضح، بنستورده؟ اسمحي لي اوضح بس اتفضل لسانك. يا دكتور مصطفى. الاعلاف مش للدواجن بس، احنا اه عندنا الاعلاف طبعا دي للثروه الحيوانيه كلها بالكامل، لانتاج البان وتسمينه كله، وللثروه السمكيه كمان والثروه الداجنه. اه فاحنا الاعلاف دي مهمه جدا لكل الطيور والحيوانات والاسماك كمان. الاسماك بتشتغل دلوقتي، التربيه المركزه دلوقتي المكثفه بتشتغل على الاعلاف كمان. فالحقيقه الاعلاف ده حاجه مهمه. انتاجنا احنا في المحلي، اه يمكن احنا زراعات تعاقديه زي ما حضرتك قلت قلنا من دلوقتي، شوية. اه دوله رئيس الوزراء، ما احنا لازم نقلل الاعتماد على الاستيراد ونزود قدراتنا المحليه. السنه دي الحقيقه وزاره الزراعه عملت مجهود كبير مع اتحاد منتجي الدواجن، وحددنا تعاقدات وحددنا سعر مبدئي كان للمزارعين قبل الزراعه، وده ادى الحقيقه لانه انزرع زي ما عملنا في القمح. زي ما عملنا في القمح. الحقيقه انزرع حوالي 3 مليون فدان ذره السنه دي، وان شاء الله مع الاسعار والتسويق اللي تم للتعاقد ده، السنه الجايه كمان المساحات دي هتزيد اكتر. فول الصويا اللي احنا بنستورد نسبه كبيره جدا منه، بنتكلم فوق 90% منه، دوله رئيس الوزراء ومع الوزير احنا بنسعى انه نزرع فول الصويا عندنا. وكان في مشاكل، احنا دلوقتي وزاره الزراعه وفرت تقاوي تكفي لزراعه 150 الف فدان، ده كمرحله اولى، وان شاء الله هنوسع فيه في الزراعات في الاراضي الجديده والتوسعات اللي في الصحراء ومع المزارعين، ان احنا نزود انتاجنا المحلي، بحيث ان احنا لو حصل ازمات عالميه او ازمه دولار او الحاجات دي كلها، يبقى عندنا انتاجنا المحلي اللي بيغطي جزء كبير ما ياثرش على الصناعه. ويمكن النهارده حضرتك زي ما ذكرتي، الدولة بتتحرك بسرعة جدا، لأن صناعة الدواجن دي صناعة مهمة جدا، لأن احنا شبه ان احنا عندنا اكتفاء ذاتي منها، فمهم جدا ان احنا نحافظ عليها لأنها صناعة مهمة وبتوفر اللحوم الحمراء والبيض للشعب كله بالكامل. فدي ما نقدرش ابدا ان احنا يبقى فيه خلل والدولة تأثر فيه. الحقيقة كان في تحرك سريع جدا من معالي الوزير ودولة رئيس الوزراء والقيادة السياسية، الحقيقة انه لازم نوفر المتطلبات بتاع توفير الاعلاف لصناعه الدواجن عشان تستمر، لانها هي مراحل متتاليه مع بعضها، جدود دواجن وامهات وتسمين وبياض، ما نقدرش ان احنا نغفل ابدا فتره من الفترات ان يقف فيها الانتاج. عشان كده الحمد لله النهارده كانت الاستجابه سريعه جدا، وزي ما حضرتك ذكرتي انه البنك المركزي فعلا النهارده كان مخلص اجراءات 44 مليون دولار، وقبل كده كان فيها 40 مليون دولار لفول الصويا بس، ويعني خلال شهر اكتوبر ده بقى فيه 122 الف طن فول صويا، هو ده اللي فيه ازمه اليومين دول قوي. ده الحقيقه هيريح السوق وهيوفر الاحتياجات، ولكن الحقيقه انا بناشد الاخوه بقى مصانع الاعلاف والتجار اللي بتشتغل في هذا المجال، بلاش نستغل الظروف، وبلاش احنا الدولة وفرت الدولار بسعر البنك ب 19 جنيه وشوية للدولار، ووفرته ودفعته، ما ينفعش ان انا يبقى طن فول الصويا
مكلف مثلا 14000 جنيه ونبيعه باسعار اغلى من كده بكتير. عشان كده رئيس الوزراء النهارده اكد كمان على النقطه دي، يعني اهميه مراقبه الاسواق ووجود اليه لضبط المساله. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا يا دكتور مصطفى. شكرا جزيلا، شرفتنا دكتور مصطفى الصياد نائب وزير الزراعه للثروه الحيوانيه والسمكيه والداجنه.